هصورك بقى يا احمد حالة اصابة نقع شوكي وهو بيطلع السلم ما شاء الله. انتوا شايفين التحميل ما شاء الله على رجله، ده محتاج قوة وتحميل على رجله كبيرة. دي حالة اصابة نقع شوكي بعد العلاج المكثف معانا 6 ساعات يوميا. وصلنا ده عملنا شهر، واحنا كده في الايه في الاسبوع التاني تقريبا، في الشهر التاني. ما شاء الله الشطارة دي يا احمد، ايه الشطارة دي؟ شاطر اهو، برافو برافو. شايفين بيحمل عليها ازاي؟ تروح السلم صعب جدا ومحتاج عزم وقوة، فما شاء الله ده تطور حلو قوي للحالة. برافو برافو، اشطر ولد، برافو اشطر ولد. زي ما شفنا يا جماعة تطور حالة من الحالات بتاعتنا ما شاء الله عليه. يلا يا برافو 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 يا برافو.